وعطونا كل شيء. لكن أنا بالنسبة لي أشوف أنها بتكون مباراة حامية، لكن تقريبا نقدر نقول أن هيت بتكون لهم نسبة أعلى بسبب أن عندهم لاعب من أقوى اللاعبين بالعالم بالون في ون، ألا وهو اللي هو اللاعب ريزر. طبعا ريزر لاعب من أفضل لعيبة الون في ون. لكن أعزائي المشاهدين، بدينا أول مباراة عندنا في اليوم وبدينا هذه السلسلة على طول بتفجير من فريق سيكريت. لو تشوف تفجير ثاني واضح اللعب الادائي على اعضاء فريق سيكريت، لكن الان الكره مع سادش بيقدر يسوي فيها تيم يوسف. الله تروفينو، هذا الشيء اللي اتكلم عنه، عدائيه واضحه جدا من فريق سيكريت. شوف كيف ساد مرر الكره وراح صدم اللاعب الثالث اللي هو ريزاس، وكان رايح للكره وشفنا فيها الهدف الاول على طول في اول 15 ثانيه من المباراه. يا ساتر، تتكلم على اول مباراه في اول يوم في اول 13 ثانيه يسجلون هدف بهذه السرعه وهذه اللعب العدائي. ممكن نشوف هدف التعادل، لكن القائم يتصدى. بنفس الوقت المدافع حاول انه يطلع الكره، لكن الحين ممكن نشوف مرتده سريعه من ساد. يعني على التتش مباراه حاميه، ما توقعنا ان في اول مباراه في هذا اليوم انها بتكون في هذا السرعه وهذه التدخلات العنيفه. يا ساتر، ساد يعطيها الفيك الاول لكن البلوك يتدخل عليه تدخل اسطوري من ريزر لاعب الوفيون. طبعا زي ما تشوفون كيف الاستعداد، يا سلام تمريره بوريس، يا سلام وش هذه التمريره، شوفوا كيف اللعب، شوفوا التيكي تاكا، قدر ياخذ ريزرس يفلك نايت وتمريره لريزرس مره ثانيه ترجع للكوره وفوريس في المكان المناسب حط الكوره في زاويه غير متوقعه ورا دروفينو. شيء صعب جدا انه اللاعب دروفينو يتوقع وين بيشوت، هل بيروح يمين هل بيروح يسار، التسديده جدا رائعه منه وكذا ضمنه هدف التعادل، رد سريع جدا من لعيبه فريق هيت. ايش بيقدر يسوي تفجير مره ثانيه وخطا دفاعي يسفر عن الهدف الثاني بشكل سريع. النتيجه الان 2-1 في اول دقيقه، ثلاث اهداف ثلاث اهداف في 48 ثانيه تقريبا. هذه الاهداف سريعه جدا، يوضح لك مستوى الاستعداديه مستوى الحماس، انه ولا اي واحد من الفريقين يبي يطلع من بدري. يا ساتر، يعني اتوقع ان في اول 50 ثانيه تقريبا جالسين نشوف ثلاثة اهداف، ولو تلاحظ في مستوى اداء خارق من الفريقين. ممكن نشوف هذه هجمه اسطوريه لصالح سيكريتس لكن ارتدت، ممكن نشوف لمسه ريدايركت. يا ساتر، القائم يتصدى الكره لكن ممكن نشوف هذه مرتده، يستعجل بالفليك لكن تدخل رهيب من فورسز. الان هم في موقف جدا جدا لا يحسن عليه التيم سيكريت، بدوا بدايه قويه، بدوا في التصليم، بدوا بالتفجير وضمنوا هدف التقدم، لكن الان يحصلون نفسهم متاخرين بهدف. الحماس الفريق اللي داخلين فريق هيت في الفريق الاغلب اعضاء فرنسيين، لكن الان مع وجود اللاعب ريزرس في صفوفهم، يعني انا توقعت زي ما احد يتوقع اذا لاعب جديد على الفريق ياخذون وقت، لكن الان نشوف يا سلام دريبل لمستين، لكن دروفينو قدر يخلصها. ايش يحاول فيها الان؟ خلى الكره فوريس اللاعب اللي وراه، لكن برضه تنقطع ما يقدر يسوي فيها، لكن ريزيس مره ثانيه، ريزيس عفوا ينقذ الموقف بشكل سريع جدا. ثلاث دقائق 15 ثانيه تفصلنا على نهايه المباراه والضغط مستمر من كلا الطرفين، يعني هجمه لاي فريق اي فرصه اي خطا صغير بيسفر عن هدف، وهذا الشيء الاكيد اللي معروف عندنا لعبه روكيت ليج. يا اخي انا جالس اشوف ان تيم سيكريت صح انه ضدهم لاعب من اقوى اللاعبين بالومبيون كذا بيعطي فرصه او نسبه اكبر للفريق، لكن جالسين نشوف لعب عدائي منهم بشكل غير طبيعي. يعني جالسين يقولون ما انا بنعطيهم اي مساحات، ونفس الحكايه مع فريق المقابل، جالس كل واحد اشرس واعنف من الثاني. فممكن نشوف هذه هجمه مرتده، لكن شوف كيف التكفيل، كلهم جالسين يلعبون في نص الملعب، كل ما صارت هجمه مرتده لصالح اي فريق شوف كيف العكسيه، لكن قدر يتصداها ريزرز. ممكن نشوف هذه هجمه مرتده، يا ساتر البنش، الكره عند ساد لكن كنترول اسطوري عند ساد. ممكن تشوف هذه غلطه خفيفه الكره، ممكن نشوف هذه هدف في الهجمه يا عيني، لكن الدفاع مقفل بشكل كامل، مقفلين بشكل كامل. والان تيم سيكريت يلعب على الدفاع، ما هو قادر يطلع للهجوم، هذه اول هجمه يمكن يجيبونها او ثاني هجمه خلينا نقول خطيره على ملعب فريق الهيت. لكن شوف كيف ساد تمريره وسط الملعب، دروفينو عنده لمسه ثانيه لكن وداها وسط الملعب، تمريره دخول مزعج من لعيبه فريق هيت. ايش بيقدرون يسوون؟ ساد الان استمراريه في اللعبه، لكن فوريس ياخذ وقته، ما قدر يلمسها اللمسه الصحيحه، لكن اللاعبين في امان شوي، ما عندهم البوست الكافي. حلو، قدروا يخلصون الكره بشكل صحيح، ودقيقتين اعزائي المشاهدين تفصلنا على نهايه المباراه الاولى في هذه السلسله، ولا يزال فريق هيت متقدم بهدف اللي قدروا يسجلونهم في اول دقيقه من وقت المباراه. لكن ما تدري الحين هل بتكون في نسبه ان سيكريت يجيبون هدف التعادل، او ممكن نشوف هيت يوسع الفارق بين فريقهم وفريق سيكريت، لان الفريقين كلهم جالسين يؤدون مستوى اسطوري زي ما انت شايف، لكنها كانت شوي بطيئه، لكن الضغط ما زال مستمر. ممكن نشوف هذه هجمه هدف، لكن نايت مقفل على المرمى، الكنترول عنده الان، ممكن يسوي فليك يا عيني عدى من اللاعب الاول، الكوره عند اللاعب صالح سيكريتس، لكن الضغط ما زال مستمر. ريزر تخليصه
راحت الكرة لفريق سيكريتس. ممكن نشوف هذه هجمة، ممكن نشوف هذه التدخلات، ممكن نشوف هذه هجمة مرتدة أو لا، ممكن نشوفها هدف لصالح سيكريتس. إيش بيسوي نايت؟ يتقدم قدامه ريزر، لكن ريزر قدر يكنتر الكرة بالشكل السليم وانتهت الهجمة لصالح سيكريتس. زي ما نلاحظ فريق هيت على طول أول ما تجي كرة يحاول يخلصها، أول ما تجي كرة لجهة ملعب يعترضها على طول من وسط الملعب عشان الكرة لا تكون خطرة. لكن إلى الآن سيكريت في هجمات مستمرة يحاولون يأخذون يفوزوا. صدمة اللاعب الأخير يفحها فوقه، لكن فوريس أتوقع أنه ساد شوي استعجل عليها، لو خلاها لدروفينهو كان يمكن يقدر يحرز هدف التعادل. الكرة الآن في وسط الملعب، إيش بيقدرون يسوون؟ تمريرة، يا سلام النايت، نايت لا باك فليب، سوى باك فليب غلط وكذا انحرموا من الفرصة. 32 ثانية على نهاية المباراة، لازم الآن ياخذون الكرة ملعب فريق هيت يعني بأي شكل من الأشكال، ما في أي وقت يضيعونها، ما في أي ثانية يضيعونها. نايت بلمسة لكن مرة ثانية خطأ من نايت يضيع الكرة. ساد يرفعها دروفينو، دروفينو لمسة أولى ينزلها على الملعب، براك يخلصها، يا سلام. لكن هذه مرتدة، أتوقع أن هذه بتكون رصاصة الرحمة إلا لو كان ساد موجود. نعم ساد موجود، عند البوست الكافي، عند المساحة الكافية، اللاعبين كلهم في وسط الملعب. تبرير لدروفينو لكن لا، أخذها بشكل فردي. أربع ثواني الآن، تسديدة، يا سلام عليك، أكثر من رائع من براكة على آخر خمس ثواني من نهاية زمن المباراة. وكذا نقول المبروك هيت فوزهم في المباراة الأولى في هذه السلسلة، مع أنه زي ما شفنا كانوا متأخرين في أول هدف، لكن قدروا يقلبوا النتيجة في أول دقيقة من المباراة، والمباراة استمرت على حالها إلى نهاية الوقت. للأمانة كجيم في أول جولة وأول مباراة بين الفريقين بهذا الأداء، أنا أشوف أن الأجيام الجاية ما يعني ما أعرف كيف بتخيل الحماس والمستوى اللي بيطلع سواء من فريق سيكريتس أو من فريق هيتس، لأن كل لاعب جالس يثبت نفسه. الأخطاء يعني لو تلاحظ أو لو تلاحظون يا جماعة، قلة الأخطاء وقوة يعني سرعة التحركات ما بين اللاعبين، كل ما اللاعبين بالأصح، كل ما يعني لو تلاحظ يا فلاي، كل ما هجم هجمة مرتدة أي فريق من الفريقين سواء سيكريتس أو هيت، تلقى اللاعب على طول متجهز، المدافع تلقاه يعكس الكرة ثم يهجم هجمة مرتدة، ثم نفس الحكاية في الفريق المقابل يعكسها عكسية وبسريع. يا أخي أجيام حماسية ما تستوعب من هذا أول جيم في المباراة. صحيح، سرعة بالسرعة ما بين الهجوم والدفاع لكل الفريقين، كل واحد يعني فريق هيت كان يحاول يزيد في الفارق، وكان فريق سيكريت يحاول يقلل الفارق ويعادل في النتيجه، لكن يمكن اعزائي المشاهدين ما سنحتهم الفرصه اول جيم فهم طريقه لعب الخصم، ايش يقدرون يسوون. لكن الان يدخل دور المدربين، المدرب الان لازم يعطي توجيهات واضحه لاعضاء فريقه عشان يقدر يرجع لاجواء المباراه. واتوقع شو هذا ال1 في 1 زي ما توقعنا، ريزرس لاعب ال1 في 1 المشهور، لكن الان هو ضد نايت. هذا الان بتكون مباراه صعبه. نايت بصراحه عنده شيء كبير لازم يثبته، اذا كان لاعب له صيت عالي جدا في ال1 في 1 اكيد لازم تبين بما انك لاعب من امريكا الجنوبيه انك تقدر تسويه. لكن لا، ريزرس افتتحها ببدايه هدف اول في اول سبع ثواني من وقت المباراه. يا عيني، صراحه هدف كان اسطوري في اول سبع ثواني، اعطاها سيلينج لكن تاخر في الجنب وقدر يلعب على اللاعب نايت في الدفاع، خلاه يتوتر ما يدري هل هو بيستخدم الجنب بشكل سريع او لا. لا لا، قدر كيف يعني عرف ريزر كيف يتصرف مع الكوره، تاخر في الجنب وحطها في المرمى زاويه بعيده عن نايت. ممكن نشوف هذه هجمه، يا عيني عليك، حلوه من نايت، عرف كيف يتصرف مع الكوره، اعطاها دبل جمب بحيث انه يسوي اير دريبل، لكن كان تدخل غلط من ريزر. هو شوف كيف لاحظ انه ريزر جايه، قال خلاص انا بس بطلع الكوره من فوق، بما انه على طول سوى كوميت بشكل سريع، خليه يرفع الكوره فوق، لانه لو تاخر ثاني واحده الكوره بتكون حرفيا في مرماي. لكن انا تعجبني شجاعه فريق سيكريت انهم هم اللي اختاروا طور ال1 في 1، يعرفوا انه في لاعب زي ريزرس لاعب قوي، لكن قالوا لا، نايت قدها ويمكن يقدر يجيب الفوز. لكن شوف تسديده خطيره، لكن تصدي جدا رائع من نايت على طول الكره لملعب فريق الخصم، ما اخذ وقته، ما اخذ وقت انه يفكر، على طول شاتها في ملعب فريق هيت. لكن ايش بيقدرون يسوون؟ عنده المساحه الكافيه، عنده البوست الكافي، الريست، يا سلام، ايش بتسوي؟ يا سلام، هدف جدا رائع. لا تعطيه مساحه يا نايت، تعطي مساحه اللاعب زي ريزرز، هذا شيء خاطئ 100%. شفنا الريست الاكثر من رائع وهدف بشكل سريع جدا، ونحن لسه في اول دقيقه. هذا الشيء نحن نتوقعه من ال1 في 1، الاهداف كثيره، الاهداف سريعه، الاهداف فيها من المهاره والميكانكس الشيء الكبير جدا. يا ساتر، يعني ضدك لاعب مثل ريزر، سواء كان ريزر او غيره، سواء كان لاعب محترف او ما هو محترف، اي غلطه بال1 في 1 من ناحيه المساحات
يعني نسبة كبيرة أنك يتسجل عليك هدف بشكل أسهل. لكن ريزر جالس يستخدم الميكانيكس بشكل أعلى، ممكن نشوف هذه هدف. لكنه يا عمري على التدخل يا ريزر، توقعها، شوفوا كيف كان الأنجل، شوفوا كيف قرى الكورة أو قرى الباونس بشكل أصح، رغم أن نايت يعني لمس الكورة لكن قدر يتوقعها بالشكل الصحيح. ريزر يا عيني شوفوا كيف يعني ما دخلت بشكل سهل، بنفس الوقت ما طلعت كذا، يعني الكورة حرفيا وترت اللاعبين. صعبة 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 على نايت انه يخلصها، كان تدخل جدا رائع من ريزرز. بعدين شفنا على طول انه حاول نايت يبنشها مع الارض، لكن بذكاء ريزرز قدر يكون في المكان المناسب. والان نشوف اير دريبل بامب، لكن لا فشل فيها، وبكذا يمكن يكون هذا الهدف الرابع لو قدر يوصل. يا سلام عليك نايت، قدر يوصل لكن ما عنده اي بوس، وهذا الشيء الان بتبين المهارة. قليل من البوس لكن كثير من المهارة، لكن بعيدة عن المرمى في العارضة، العارضة تكون في صف فريق سيكريت. الان نايت 7 من البوس، ايش يقدر يسوي؟ ما عنده بوس كامل، لازم ياخذ ال 50 بشكل صحيح. لكن ريزرز بذكائه اخر ما دخل ودرى انه ما عنده البوس ويسدد على المرمى، وهذا الهدف. شوفوا الحنكه، شوفوا الذكاء، يدري ما عنده بوس، فيك خلينا نقول الدخول على الكوره، وقدر انه يرجع بشكل صحيح ويسدد تسديده يسجل فيها الهدف الرابع. انا اتوقع انه فريق سيكريت الان يمكن فيه له شوي من الندم انه اختار طول ال 1 في 1، لانه لما تدخل على المباراه الثالثه وانت متاخر في النتيجه ومباراه واحده تقصيك من بطوله موسم الجيمرز، اكيد المعنويات اول شيء بيكون في ضغوط نفسيه كثيره، والمعنويات كل ما لها تقل، وهذا هو الشيء اللي احنا نشوفه الان. يا ساتر، ممكن نشوف هذه هجمه 1 في 1 لصالح ريزرز، لكن زي ما قلنا لكم يا جماعه، اي مساحه اي مساحه تسويها بال 1 في 1 بيجي عليك هدف باسرع وقت. وفوق هذا عرف فريزر كيف يتصرف مع الكوره، شوفوا كيف عكسيه الفليك، كانت المساحه اللي على اليسار فاضيه لكن حطها في الجهه المعاكسه بحيث ان نايت تكون الكوره ورا ظهره. ريزرز الان في خلينا نقول في عقل نايت، نايت كل ما يسوي شيء ريزرز على طول يقرا بشكل سريع جدا. كلام سليم، ملاحظين هذا الشيء. شوف كيف الى الان يخليه يطلع الكوره صعبه عليه، يخليه يضطر انه يضيع بوسته وياخذ البوست اللي في ملعبه، لكن الان عنده مساحه، لا تعطيه مساحه، لكن السيت اب ما كان مناسب. لكن الان يطلع بالكوره، بينزل تحت اكيد. يو يو يو، يا سلام عليك، والمساحه واوبن جول وهدف من ريزرز. شوف الذكاء، شوف الحنكه مره ثانيه، اول ما طلع شاف نايت طالع فوق، انا باخذ الفيفتي تحت وبقدر اسجل هدف على مرمى خالي فاضي. والنتيجة الآن 6-1، ولا يزال عندنا 2:50. بالأمس شفنا خلينا نقول رقمين من ناحية اللاعب روس في مباراة اف 16 ضد فريق فيز، قدر يجيب فيها 10 أهداف، لكن الآن هل بنشوف 10 أهداف أخرى أو بنشوف رقمين أو لا؟ هذا اللي بنشوفه اليوم. صراحة ريزرز صح أنه جالس يؤدي أداء أسطوري، لكن حلوة 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 حلوة، قاعد يرد علينا نايت، سوى اير دريبل بومب أسطوري، لكن معنا 2:40 ممكن يقدر يسوي كومباك، ما هي من المستحيلات دامها دام الطور هذا طور واحد ضد واحد، معه 2 يقدر يجيب التعادل، وحتى يقدر انه يتقدم على ريزر حتى قبل الاوفر تايم، ليش لا؟ لان معروف طور ال1 في 1 معروف انه يمديك تسوي كومباك باسرع وقت، لكن عندك ريزر هنا صح انه عنده الاستحواذ بشكل اكثر وعنده خبره اكثر من نايت يعني بال1 في 1 لكن يا عيني هذا اللي انا كنت بتكلم عنه، شوفوا كيف استخدام المايند جيم عند ريزر، شوفوا كيف سرعة الله عليك سرعة اتخاذ القرار عند ريزر بصراحة ما شاء الله تبارك الله. على أول ما يشوف السيارة تتحرك حرفيا، أول ما تلف يمين أول ما تلف يسار، يقدر يعني كأنه يشوف المستقبل، يعرف هل اللاعب هل اللاعب بيعترض فوق بيعترض تحت، هل بيفلك أو ما يفلك. وهذا الشيء كل تحدي إلى الآن واحد ضد، يعني خلينا نقول كل تحدي فاز فيه ريزرز او اغلب التحديات فاز فيها ريزرز بشكل واضح، خصوصا انه المرمى يكون خالي. شوف الان مره ثانيه قدر يقرا ايش بيسوي نايت وقدر يسجل هدف، يعني ما راح للاعتراض، خلى نايت يشوت الكوره واستلمها وهي نازله. شوفوا كيف فيك يا عيني فيك الدخول وسجل على طول. هذا هو المعنى الحقيقي لكلمه الخبره حرفيا، شوفوا كيف جالس يوقف اللاعب مع انه جالس يؤدي اداء اسطوري نايت، لكن صح انه في كميه يعني اخطاء بسيطه، لكن صح ان الاخطاء البسيطه هذه ممكن ما تضر، لكن ريزر لا جالس يقول انها بتضر لانه هو عارف كيف يستغل الاغلاط هذه. شوف كيف كثره البري فليبس، شوفوا كيف سرعه الريكفر، رغم انه ما كان عنده بوست ريزر لكن عرف كيف يرجع بسرعه. يا سلام، شوفوا هذه هدف، يو 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 يا عيني يا عيني يا نايت، شوفوا كيف الكنترول وعطاها جمب ريست اسطوري. شوف كيف الجمب ريست حاول يطلع فيها، لكن خلاص لما تكون في هذا الموقع في هذا المكان ومعك ريست، ما اتوقع اي احد يقدر ينقذ هذه الكرة الا لو سوى بري جمب، لكن لو سويت بري جمب اللاعب بينزل تحتك، يعني ما لك اي خيار، لازم تلعب خلينا نقول 50-50 او توقعات
صعبه صعبه جدا. والان نشوف انه نايت يمكن هذا الهدف يعطيه معنويات انه يرجع لاجواء المباراه، لكن قدامه خمس اهداف كثيره جدا ضد لاعب زي ريزرش، ويطلع عند البوست الكافي ريست ايش يقدر يسوي، لكن ما كان السيت ممتاز. لكن الفيفتي يا وجيه ايش قاعد يسوي، يرفعها فوقه لكن زاويه جدا ضيقه انه يسجلها، والهجمه لا تزال مستمره. ايش بيقدر يسوي فيها نايت الان هجمه مرتده، واتوقع انه هذا هو الهدف الرابع. يا سلام، قرار صحيح، تدخل صحيح، صح انه ما عند البوس لكن قدر عرف كيف يتصرف. صحيح، هذا اهم شيء والله بطل. لكن ريزا صح انه في الهجمه اللي فاتت ادى اللي عليه، ونايت صراحه برضو ادى اللي عليه، عرف كيف يستغل غلطه ريزر. لكن غلطه ريزر صح انها كانت بسيطه، وحب انه يضغط على اللاعب نايت بحيث انه ما يعطيه مساحه، او بحيث انه ما يقدر يسوي كومباك. يا عيني اعطاه فيك كيك اوف، لكن غلطه ريزر كانت عباره عن انه خش بلو بوست. ممكن نشوف بريزي فليك، يا عيني حلوه مره من ريزر. شوف كيف سوى البريز فليك من ورا نص الملعب، لكن عرف كيف نايت يتصرف مع الكوره، طار عليها بكل سرعه. ممكن نشوف هذه هجمه، ممكن نشوف هذه الهجمه، ممكن يوسع الفارق يكون 9-4. يا عيني عليك يا ريزر. دقيقه خلينا نشوف ايش يصير مره ثانيه. ريزر يحكم بالشكل الصحيح، يشوف نايت على طول يخش عليه يفلك بشكل مبكر، ولا في دقه برضه في الفليك يقدر يسجل فيها الهدف التاسع. كل ما قرب هيت عفوا كل ما قرب تيم سيكريت او نايت للمقاربه لمعاده النتيجه، نشوف ريزرز يجيب هدف على طول، رد سريع جدا منه. اخذ البوست الان في وسط الملعب عند المساحه مره ثانيه، بياخذها على لمستين لكن لا بعيده. نايت الان ياخذ وقته، يعطي المساحه، يعطي الفرصه. فليك خاطئ، نايت عنده فرصه الا لو كان ريكفري صحيح. يا سلام يا ريكفري. وتشوف الان الكره في ملعب فريق هيت، ريزر ايش يقدر يسوي فيها، بعدها عن مرماه، ونايت لمسه يحاول يشيل البوس، وهذا الشيء اللي حصل. الضغط الان مستمر، لكن الوقت لمصلحه ريزرز. اذا نايت الان لازم قد ما يقدر انه يسجل اقل شيء هدفين قبل ما يجي الوقت 10 ثواني، اذا ما قدر يسوي هذا الشيء اتوقع مستحيله. وش بيقدر يسوي يوجي؟ هل يقدر ما يقدر بحكم الخبره؟ انا اتوقع لا. 30 ثانية لو سجل هدف، هذه ممكن نشوفها هدف. يب زي ما قلنا، يا عيني فرق 4 أهداف في 26 ثانية. لو استعجل واستخدم السرعة القصوى واستخدم كل ما يملك من قوة ممكن نشوف كومباك، ليش لا؟ وممكن هذه تسجل بالتاريخ، لأن 26 ثانية تعتبر وقت ضيق جدا. لكن الفرق 4 أهداف، لكن ممكن لو يستعجل بتسجيل الاهداف ممكن نشوف هدف. لكن ريزر جالس يضغط، جالس يوسع الفارق. ممكن نشوف هذه دبل تاب. ريزرز لما خلاص يدخل في جو المباراه، شوف كيف رفعها فوق اللاعب وباك بورد دبل تاتش يسجلها الهدف العاشر، والمره الثانيه باليوم الثاني نشوف رقمين لمصلحة فريق هيت. يعادل روس بالأمس في نتيجة 10، لكن هل بيزيدها أو لا؟ هل بيكون أكثر لاعب يحرز أهداف في الواحد ضد واحد في موسم الجيمرز عندنا أو لا؟ نايت هو بيكون الحكم، هل بيكون دفاع أقوى منه ما يسمح يسجل هدف ال 11 أو لا؟ نايت الآن عنده فرصة أنه يقلل الفارق، لكن خلاص أتوقع أنها 100% مستحيلة. آخر هجمة يا سلام، لكن أخذ فيه البامب عشان لا يزيد عليه الأهداف. ونقول ألف مبروك المباراة الثانية في هذا السلسلة لمصلحة فريق هيت. ريزرز قدر يجيب الانتصار للفريق، والآن هم على بعد خطوة واحدة فقط لإقصاء تيم سيكريت من البطولة بشكل كامل. صراحة كان مستوى يعني جدا 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 قوي لصالح ريزر، لكن بنفس الوقت نايت ما راح نقول انه ما ادى، بالعكس ادى وسوى اللي عليه وكان مستوى اسطوري. لكن كثرة الاهداف هذه غالبا تكون بسبب كثرة الاخطاء وكثرة الاستعجال. يعني ممكن تكون عنده هجمة الحين مرتدة وممكن يسجل هدف، لكن نلاحظ انه يستعجل، او زي ما شفت انت يا فلاي، ممكن نشوف كذا هجمة حلوة تكون عند نايت، يكون مكنتر الكرة بشكل حلو، فجأة تلقاه يستعجل ويسوي فليك من ورا نص الملعب. فأتوقع ان هذه هي كثرة او مو هذا الشيء اللي جالس يخليه يعني يسجل اهداف بشكل اكثر. صحيح، برضو لازم للأمانة يعني نذكر مهارة ريزرز في الـ 1v1، يعني ذكاءه وخبرته لأني كل مرة يغير من طريقة لعبه، مرة يفلك بدري، مرة يأخر فلك، تاخذ مساحة، مرة فيك، يعني مع كل هجمة تقريبا يغير من طريقة الهجوم حقه. يعني أنا متعود أشوف في الـ 1v1 في الغالب يكون مثلا أسلوب في أول 10 ثواني 30 ثانية دقيقة كاملة يكون أسلوبه واحد، يقول أوكي هذا أسلوبي ما ينفع لازم أغيره، لازم أفلك من بدري. لكن ريزرز حرفيا مع كل هجمة يغير في أسلوبه، فيك، فليك، اير دريبل. ما شفنا حتى بالغالب نشوف اير دريبل بامب، ما شفنا ولا اير دريبل بامب من ريزرز. شفنا من نايت صحيح اير دريبل بامب واحد قدر يسجل منه هدف، لكن ريزرز
فليكات بدري، فيكات بدري، وبريست يعني اكثر اهداف بريست ما شاء الله عليه. لكن الان اعزائي المشاهدين ندخل للمباراه الثالثه في هذه السلسله ونشوف العدائيه على طول من فريقيه هجمه لسيكريت فليك فوق اللاعبين وتفجير اللاعب الاخير. ايش بيقدرون يسوون؟ تسديده من دروفين هو لكن بعيده عن المرمى. نايت ايش بيقدر يسوي فيها؟ لمسه اولى، لمسه ثانيه فوق المرمى، لكن ريزرز قدر يسيطر عليها وقدر يقراها بشكل صحيح، وبكذا الهجمات لا مستمره. ما في بوست كافي اعزائي المشاهدين، لو نطالع ما في الا اللاعب فوريس اللي عنده البوست الكافي، لكن برضه في الجهه المقابله تيم سيكريت ايضا ما عنده البوست الكافي، والكره اتوقع الان في موقف خلينا نقول سهل بالنسبه لفريق هيت. يا ساتر لو تشوفون الضغط يا جماعه، رغم انه فرق يعني تتكلمون عن فرق 3 أيام عشان تاخذ الجوله بالكامل، لكن سيكريت ما زال الضغط عندهم مستمر، ما في اي فقدان الامل، الضغط ما زال باستحواذهم. لكن ممكن نشوف هذه هجمه مرتده يا عيني على الريدايركت. الكره الحين ممكن نشوف هذه عرضيه لكنها صارت زاويه بعيده. بعيدة عنهم الآن. أتوقع أنه اللي سجل الهدف الأول هو اللي بيكون الفائز في هذه المباراة، خصوصاً أنه خلاص الأعصاب على وجهه، وساد توه يكلم أو خلينا نقول يخاطبني بشكل غير مباشر أنه أنت تقول لازم سجل هدف واللي سجل هدف هو الفائز. تشوف تسديدة صاروخية وارتقاء جداً سريع وقراءة للعب بشكل صحيح، يقدر يسجل فيها هدف التقدم الآن على فريق سيكريت. زيادة الفارق أو الدفاع بشكل كبير جدا، لأنه زي ما قلنا خسارة واحدة تخصيهم من البطولة بشكل كامل. يا عيني لكن ممكن نشوف هذه هجمة ثانية من دروفينو، ممكن نشوف هذه هدف يا عيني على الفيك الأول، لمسة ثانية لكن ريزر قدر يتصداها، لكن ساد ما زال موجود يا عيني على البومب، الضغط ما زال مستمر. نايس فيك من نايت، ممكن نشوف هذه هجمة دروفينو ممكن يعرض يا عيني يعطيها ساد، لكن ساد ما كان في المكان المطلوب، كان متبعثر شوي بسبب الصدمة اللي صدمها. الكرة عند نايت لكن تدخل أسطوري من فوري، ممكن نشوف هذه هجمة ريزر يعطيها باركا، باركا ايش ممكن يسوي؟ يوديها على الزاوية لكن كنترول اسطوري من ساد. ممكن نشوف هذه هجمة مرتدة، انتصفنا تقريبا او يا عيني على الريدايركت يا ساتر. ممكن نشوف هذه هجمة مرتدة لكن ريزر قدر يتصرف مع الكورة. دقيقتين مرت على الجيم يا جماعة بحماس لا نهائي. تقدم سيكريتس هدف مقابل لا شيء لصالح سيكريتس، لكن الضغط صراحة 50-50، ما يمديك تتوقع للآن مين اللي بيفوز. صح أن هيتس متقدمين بجيمين مقابل لا شيء، لكن سيكريتس عندهم معنويات أكثر وأكثر من ناحية تكفيل في الدفاع وضغط في الهجوم. إيش ممكن نشوف؟ نايت عنده لو بوست تقريبا، او لا بالاصح صفر بوست. ممكن نشوف هذه عند باركا الان، يوديها على الزاويه لكن بكل روقان يخش عليها دروفينو، ممكن هذه هدف لكن فوق القائم. يا ساتر شوف الهجمه اللي شفناها قبل شوي، لمسات من باركا متتاليه ودخول مزدوج وقد يكلفه بالكثير. يا سلام فوريس، يا عيني فوريس المكان الصحيح بعد استغلال للخطا، استغلال بعد دفاع كان جدا قوي، لكن دخول مزدوج من لعيبه فريق سيكريت. نشوف فوريس نزل الكره تحت بعد ما حاول يسوي سكوشي سيف دروفينو لكن كانت بعيده عنه، والان هدف التعادل يعيد مجريات المباراه الى بدايتها. تعادل 1-1، الفريقين الان هل عندهم المعنويات نفسها؟ سيكريت كان متقدم في اغلب الوقت لكن الخطا الدفاعي هذا التوتر، هذا التوتر يتكلم عنه وجيه. كل ما يزيد الوقت، كل ما يزيد الفارق، كل ما تقرب كل ما تزيد الهجمات يكون صعب انك تركز فيها. يا ساتر زي ما شفنا الهجمه اللي قبل شوي كانت في الزاويه 90 لكن المدافع قدر يتصداها. ممكن نشوف هذه هجمه دروفين هو زيرو بوست، لكن يا عيني شوف رغم انه ما كان عنده بوست ما عرف كيف يتصرف مع الكره، راح يفجر المدافع بدلا من انه يرجع ورا. الضغط ما زال مستمر لصالح سيكريتس. ممكن نشوف هذه هدف دروفين هو ايش ممكن يسوي؟ دبل تاب لكن عرضيه، لكن المهاجم ما كان معه. مهاجم الان هجم الفريق هيت. الان الاسلوب خلينا نقول الهجوم الكاسح الفريق تيم سيكريت ينقلب الان للدفاع الصلب. فريق هيت ما يضيع اي ثانيه الان، هجمات مستمره، هجمات تفجير لكن بعيده عن المرمى تفجير. وفي كان تكتيك جدا رائع من فريق سيكريت، تمرير وسط الملعب دروفينو ايش يقدر يسوي؟ لكن فوريس طلع للكوره بالشكل الصحيح، تمرير وسط الملعب من ساد دروفينو يرجعها له لكن لا فوقه لمسه صحيحه، لكن في تخبط الان هجومي زي ما شفت تخبط دفاعي، ما قدروا انهم يحولون هذه الهجمه لهدف مؤكد. فليك جدا رائع من ناحيه ريزرس، ريزرس يتعدى لاعبين وياخذ ال 50، هل بيمرر لوسط الملعب او لا؟ ما عنده البوست الكافي لكن لسه مستمر مع الكره، وحتى ما عنده بوست كافي. الكره الان في ملعب فريق الهيت، دقيقه و11 ثانيه تفصلنا على نهايه المباراه. ساد تدخل صحيح، عنده البوست الكافي انه يستمر في الهجمه، في تخبط دفاعي، دخول مزوج ما عندهم البوست، يحاول ينزلها نايتس لكن بعيده عن المرمى الان اعزائي المشاهدين. دقيقه لكن لا هذا هدف. يا سلام ساد قدر يخلصها بشكل صحيح.
يا ساتر لو تشوفون كيف الريكفر قدر يرجع بسرعه ساد وقدر يلمس الكوره ولحقها ولمسها لمسه ثانيه كان كلير جدا اسطوري. ممكن نشوف هذه هدف او ممكن نروح اوفر تايم ممكن ايش ممكن يسوون. يا عيني يا ريزر شوفوا كيف الباس شوفوا كيف قدر يسوي الكنترول وكملها على الاير دريبل واستخدم الجنب الثاني بشكل اسطوري. شوف 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 يا عيني عليك يا عيني عليك شوفوا كيف عدى من الاول وعدى من الثاني وجاء فوريس قدر يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد. ممكن نشوف يا فلاي اوفر تايم او بيكون النتيجه 2-1 باستحواذ هيتس. والله يمكن نشوف اوفر تايم لكن ريزرز بالهجمه الاخيره حرفيا اعطاهم هدف على طبق من ذهب. بس قال له انت دخل الكوره انا طلعت لعبين سويت اردبل رائع واخرت النطه وتعديتهم اثنينهم وقدرت اسجل الهدف. الان تبني وسط الملعب مره ثانيه الثالث تروفين هو بعيد عن الكوره. فوريس ايش يقدر يسوي بالكوره؟ لمسه اولى لمسه ثانيه نايت الان بنشوف الضغط فارس 16 ثانيه ايش يقدر يسوي فريق سيكريت. لكن باركا قدر يخلص الكوره تروفين هو تبني وسط الملعب. هل نايت متواجد او لا؟ بعيد عن الكوره ونشوف اير دريبل من ريزرز ريست ايش يقدر يسوي فيها اللمسه الاولى. هل في ريست الثاني؟ لا ويتعدى لاعبين مره اخرى اخر ثانيتين وهذا الشيء اللي كان يحتاج يسويه ريدايركت بعيد. مس للأسف. الف 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 مبروك الفريق هيتس الان